نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل لا يوجد اتصال على تطبيقكم شيئا. قم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على تطبيق شيئين، ثم سوف نقوم بضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شيئين سوف يظهر لنا على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم شيئين. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.